فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المأموم بالصلاة والإمام يقرأ، فهل يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ دعاء الاستفتاح أم يسكت لسماع قراءة الإمام؟ يقولون يقرأ حتى فيما يجهر، يقولون يستفتح ويستعيذ حتى فيما يجهر فيه إمامه، لأن الإمام لا يتحمل الاستفتاح والاستعاذة، ما يتحملها، ليست من المسائل التي حملها الإمام عن المأموم، ولكن لا يشوش، يكون برفق وفي سكينة ولا يظهر للصوت. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.